السلام عليكم، معكم أيمن عيسى. اليوم حابب أتكلم معكم عن الإيجابيات، إيجابيات الحياة في الصين. أثناء حياتك في الصين كطالب أو مغترب هتتمتع بمميزات كتير ما بتوقع تكون بأي بلد تاني. 9 مميزات أو إيجابيات للحياة في الصين. الإيجابية رقم 1، التسوق الإلكتروني أو الأونلاين شوبينج. اللي بيميز التسوق من خلال الانترنت في الصين اللي هو العروض الكتيرة في المناسبات وفي الأعياد، فبصير تخفيضات ضخمة وكبيرة جدا جدا. أذكر لكم مثال صغير عن الأعياد والمناسبات وكمية التخفيضات اللي بصير في اليوم هذا. مثلا السينجلز داي اللي هو يوم العزاب الصيني، هو بيكون بتاريخ 11/11. السنة الماضية 11/11/2015 تمت أكبر عملية تسوق إلكترونية في تاريخ العالم. بيعت شركة علي بابا المشهورة جدا خلال أول 12 ساعة ما يقارب 9 مليار دولار، وبعد أقل من 24 ساعة وصل المبلغ إلى حدود 13 مليار. أرخص مواصلات في العالم، تحتل الصين المرتبة 10 في أرخص مواصلات عالميا. الصين فيها شبكة مواصلات ضخمة جدا بتغطي تقريبا كل المدن الكبيرة في الصين. فالقطارات في الصين بتغطي كل المدن تقريبا في الصين، اللي هي القطارات السريعة اللي بسموها البوليت ترينز أو السبواي. أرخص طاقة عالميا. من حيث أسعار الطاقة الكهربائية، الصين والهند فيها أرخص خدمات طاقة كهربائية عالميا. فرصة اكتشاف شرق آسيا، حياتك في الصين ممكن تشكل قاعدة انطلاق لاكتشاف شرق آسيا. الطيران الجوي رخيص جدا، انت عايش في كوكب الصين. الصين بالنسبة لي كوكب آخر كليا، من كثر ما بشوف فيها كل يوم من عادات طقوس غير مألوفة أبدا، منها المضحك ومنها السخيف جدا. التنوع العرقي، الصين فيها تقريبا 56 عرقية مختلفة، وبالرقم هذا تقريبا بتكون هي اكثر دولة في العالم من حيث التعددية العرقية. طبعا اكيد هاي بتكون ميزة حلوة جدا، لانك انت بتختلط باعراق مختلفة وثقافات وتقاليد مختلفة، حتى اللهجات او اللغة بالصين مختلفة. التنوع الجغرافي، اعطيكم شوية امثلة على التنوع الجغرافي المدهش في الصين. مثلا الصين فيها صحراء ورمال ذهبية موجودة في شينجان اللي هي في جنوب غرب الصين. الصين فيها جليد وتجمد ودرجة حرارة منخفضة جدا تصل إلى -50 درجة مئوية. مدينة هاربين في شمال الصين بيصير فيها كل سنة مهرجان النحت على الجليد، من أكبر المهرجانات في العالم. مناخ استوائي، جنوب الصين في مناخ استوائي مثلا زي جزر هانيان، فالجو بيكون دافي طول السنة مع هطول أمطار. طيبة الشعب الصيني التي لا توصف، كل مكان ممكن تروحه في الصين، هون في المنتزهات في الميادين العامة ما تستغرب إذا أجا واحد صيني وطلب يأخذ صورة معك. وأخيرا الأطفال في الصين، فعندهم أجمل وأرق وألطف وأبرق أطفال بالعالم.